تسع سنوات والمستشفى الألماني في النجف بسعة أكثر من 490 سريرا لم يفتح أبوابه بذرائع مختلفة تطلقها وزارة الصحة منذ عام 2012. الحكومة المحلية رمت الكرة في ملعب الشركة المنفذة واتهمتها بالتقصير نافية في الوقت نفسه عرض المستشفى للاستثمار. طبعا هي المتلكئ الأول الشركة، وزارة الصحة والحكومة الاتحادية أوفت بالتزاماتها مع الشركة، ولكن للأسف الشركة تلكأت. الآن الوزارة هي من تنفذ على حساب الشركة قريبا. تلك بقى جهاز، عندنا جهاز الجاما كاميرا، بعض الأسرة، بعض المواد المختبرية. هذا النقص نقص بسيط ما يتجاوز $1.5 مليون تقريبا. لا صحة لإعطاء المستشفى استثمار نهائيا. هذا رؤية رئاسة الوزراء أنه شركات أجنبية لكل المستشفيات ليس فقط في النجف الجديدة، وتدار من قبل شركة أجنبية والدولة تصرف رواتب هذه الشركة. إبعاد المشاريع الخدمية عن التدخلات السياسية والاتفاقات الحزبية دعوات متكررة يطلقها النجفيون عادين تأخر افتتاح المستشفى الألماني ليس لأسباب فنية، بل يعود إلى المحاصصة وتوزيع الغنائم وفق وصفهم. المستشفى الألماني في بابل في الحلة تم افتتاحها وماكو مشكلة، ولكن الصراع على السلطة والمال أدى إلى هدر المنعم، كذلك إلى الاستخفاف بحياة المواطنين. هذا المستشفى الكبير ذات الطوابق المتعددة بحاجة إلى أنه يفتح. نطالب دولة رئيس الوزراء، نطالب معالي وزير الصحة، السيد المحافظ في محافظة النجف الأشرف بالتعجيل بافتتاح هذا المستشفى لما يوفر من قلة الزخم ومن إجراء العمليات وتوفير الأدوية وتوفير كافة المعدات الطبية إلى أبناء هذه المحافظة. وتحتوي المستشفى الألماني في النجف على أجهزة طبية مهمة ومتطورة عالية الكلفة مهددة بالتلف بسبب الإهمال لسنوات طويلة دون تشغيلها لعدم افتتاح المستشفى في الموعد المقرر، وسط دعوات لنقلها إلى المراكز الطبية التخصصية للاستفادة منها. تعددت الأسباب والواقع الاقتصادي على حاله، ملايين الدولارات تهدر كهواء في شبك يرى مواطنون الذين عبروا عن خيبة أملهم بالوعود الحكومية التي تطلق لتطوير البنى التحتية الصحية بين الحين والآخر. من أمام المستشفى الألماني في النجف، محمد رزاق، قناة التغيير.